نقطع ممكن ممكن نقطع من هنا هوت ونخليها في فيديو لوحدي. انا ممكن اخليها في الاخر في نفس الفيديو وبعد كده اقطع الحتت لوحدها واحطها علشان الناس تقدر توصلها على طول. انا ممكن اعمل الموضوع ده بعد كده مش مشكله يعني. ممكن اخلي الفيديو ده ممكن اعمل الكليب ده بعدين. اوكي جميل قشطه. يلا احنا هنميوت كلنا علشان ما يبقاش في دوشه ويبقى انت معاك المجال يعني. ماشي بس يعني اعذروني عشان الكونكشن عندي يعني مش لطيفه قوي عشان انا قاعد يعني في بيتنا 2512 ربنا يعني. والعود ده صوته يعني على قده. الجافا سكريبت تقريبا غضت عليك دخرك كل عيني. احنا اصلا كنا قاعدين في ابلكيشن مكتوب HTML5 وجافا سكريبت فغالبا سمعتك يعني غالبا يعني الناس بتقول شكلها جافا سكريبت غضت عليك خرجتك. هو كاتب الشحن جافا سكريبت الشحن الفضي بتاع الاول فعلا دي 8 جوجل ده انا مش عارف هنا يعني لو اني اعرف خاتمتي ما كنت بدات موضوع الويب ده. احنا لسه جوه التكنيكال فيديو ولا خارج بره؟ احنا تكنيكلي جوه التكنيكال فيديو يعني بس هو في الاخر الفيديو بتاعنا حضرتك يعني الدفاتر دفاترنا يعني احنا عايزين نحط فيها ربنا يستر. وكمان بس هو خلاص يعني احنا في اخر الفيديو فيعني اللي هو لو حد كان يعني عايز يسمع ماده علميه لو احنا كنا بنقول ده كان ماده علميه هو خلاص سمع يعني ممكن يقول لنا عايز احنا هنعزف ميوتب والنوتس دلوقتي ميوتب والنوتس فعلا. طيب انا عامه هقفل علشان ابقى براحتنا وبعد كده خلاص يعني الحته اللي هناك سمعناها في الاول دي احنا ممكن ناخدها في كليب ونحطها على السايت عشان اللي عايز يتفرج عليها يسمع براحته. لكن اللي جاي ده بعد كده ممكن يبقى بتاعنا احنا يعني عشان حتى الناس تيجي لان انا حاسس الناس بتيجي تتفرج شويه وتمشي فعشان الناس تعود انها تقعد للاخر. صح برضه ماشي يلا انا بقفل اهو وان شاء الله اللي جوين احصل الاسبوع الجاي.